للمزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلي مباشرة من دبي السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث بأكويتي جروب. رائد أهلا وسهلا بك. نحن بالعد العكسي للانتخابات الأمريكية، يعني هل ممكن بعد الوصول إلى أي ستيمولس باكج في الولايات المتحدة؟ وبرأيك ما هي أبرز الترندز التي سنراها في الأسواق من الآن وحتى هذا الاستحقاق وما بعده، يعني في حال حصل عدم قبول بنتيجة الانتخابات كما يحكى، فكيف ممكن أن نرى الترندز الرئيسية في الأسواق؟ يعني بلا شك تعتبر هذه الفترة وهذه الانتخابات على وجه التحديد هي الأكثر تميزاً في الآونة الأخيرة أو بتاريخ الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العالم بلا شك، كون الاقتصاد الأمريكي هو أكبر اقتصاد، وبالتالي الأنظار تتجه إلى إمكانية أن يحدث لدينا هاي فولاتيليتي، خصوصاً أن الانتخابات تحدث خلال فترة التعاملات أو خلال التداولات على الأيام الطبيعية أو خلال أيام الأسبوع، وبالتالي ذلك قد يكون انعكاساته كبيرة جداً على الفولاتيليتي. بنتيجة أصلاً في عنا قلق، خصوصاً أنه كانت النتيجة السابقة أو الانتخابات السابقة التي نجح فيها ترامب مغايرة أو مخالفة بشكل كبير لنتائج الاستطلاعات. الآن مرة أخرى الاستطلاعات تظهر تفوق بايدن الديمقراطي على ترامب، ولكن نحن نعلم تماماً أن التاريخ أنصف خلال الفترة الماضية الجمهوريين كأسواق تتعامل بطريقة إيجابية مع نجاح الجمهوريين وتتعاطف مع الجمهوريين بشكل أكبر، ولكن الواقع يفسره أن ترامب يحقق المزيد من الوفرات بالنسبة للشركات الكبرى في داو جونز وفي وول ستريت إجمالا بنتيجة تقليصات الضرائب عليه، بينما وجود بايدن ممكن أن يؤثر على أداء هذه الشركات، اللي على سبيل المثال خلال تعاملات هذا الأسبوع ستصدر الشركات التريليونية أرباحها، وبالتالي لذلك يزيد من يعني إثارة الأحداث خلال تعاملات هذا الأسبوع على وجه التحديد. بالتالي الفولاتيليتي أو التقلب الحاد هو سوف يكون سيد الموقف خلال مع اقترابنا أكثر نحو هذا الاستحقاق. وفي نفس الوقت يجب النظر إلى أنه دائما ما يميل الذهب على وجه المثال إلى التراجعات في يوم الانتخابات واليوم الذي يليه، ويكون هناك تفضيلات للدولار الأمريكي بالاتجاه الصاعد أو كملاذ آمن آني ولحظي في ظل التخوفات لمعرفة التقلبات، بالتالي توجه نحو الكاش ممكن أن يسبب ذلك تراجعات في اليورو أمام الدولار الأمريكي وتراجعات في الذهب، ويعزز أكثر ارتفاعات الدولار الأمريكي، في حين ممكن أن نشهد يعني استقرار يميل إلى التقلب الضعيف في يوم الانتخابات على المؤشرات الأمريكية لحين صدور النتائج. رائد خلينا نتحدث شوي عن العملات. ذكرت حضرتك يعني أسباب الارتفاع اللي عم نشوفه شوي على الدولار، بس عنا بعض الأخبار اللي بتأثر على العملات المختلفة. خلينا نبدأ من اليورو. اليوم مؤشر إيفو بألمانيا أتى ضعيف، عنا بنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع، هلا من غير المتوقع أن يقوم بأي تغيير بالسياسة النقدية، بس من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا اليوم هو السبب الرئيسي اللي ذكرته حضرتك لارتفاع الدولار. بلا شك، وهو المعامل الرئيسي المقيم حاليا للأحداث، الموجة الثانية، المستوى الثالث للخطر في المملكة المتحدة، إعلان حالة الطوارئ في إسبانيا، هذا يضغط بشكل كبير على قطاعات الاقتصاد في المنطقة الأوروبية خلال الفترة القادمة. ولكن دعينا نكون أكيدين أنه لا ننتظر جديد من السياسة النقدية، ما ننتظره هو ما صرحت به كريستين لاغارد رئيس المركز الأوروبي سابقا، أن التوجهات الأنظار يجب أن تكون إلى السياسات المالية بشكل أكبر ومشاريع التحفيز. أعتقد ألمانيا نجحت إلى درجة كبيرة بتحقيق يعني بعض التحفيزات المالية الحقيقية التي توجهت بشكل مباشر إلى تعزيز البزنسز أو قطاع الأعمال، ولكن نتيجة ضراوة الفيروس وتأثيره واسع النطاق على الاقتصادات العالمية ككل نشهد بالتراجعات، سواء رأينا PMIs أو قراءات مؤشر مدير المشتريات الأسبوع الماضي تظهر بشكل واضح أن قطاع الخدمات في كل من فرنسا وألمانيا وأوروبا بشكل عام يقبع دون مستويات حتى 47، وهو في حين 50 هي التي تفصل ما بين التوسع والانكماش، بالتالي القراءات متدهورة للشهر الثاني أو الشهر الثالث على التوالي، بالتالي ذلك يظهر الضغط كبير على المنطقة الأوروبية وضرورة إيجاد برامج مالية تحفيزية أكبر بكثير خلال الفترة القادمة.
القادمة في المنطقة الأوروبية على وجه التحديد. شكرا جزيلا لك رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث بإكويتي جروب، أهلا وسهلا بك.